يعني اخواتنا ويعني ولادنا من طلاب الثانويه العامه وهم بيقبلوا على خطوه جديده، الخطوه يمكن تكون مختلفه في مسار حياتهم، يعني نوجههم ونقدر نقول لهم يعملوا ايه؟ لو بالنسبه لطلاب الثانويه العامه يعني نصيحه بسيطه جدا اليوم ان هم عليهم الاول زي ما بنقول begin with the end in mind، يعني نبدا من الاخر خالص، انا عايز ابقى ايه؟ ميولي ايه؟ وبناء على كده ابدا اشوف ايه البرامج العلميه اللي تخدم اهدافي وطموحي اللي هي الاقسام العلميه بمعنى اصح، او البرامج العلميه في النظام الساعات المعتمده، واشوف انا التخصص ده موجود في انهي جامعه من الجامعات المصريه، وابدا اقارن ما بين الجامعات اللي موجوده عندي في مصر اللي بتؤدي خدمه تعليميه في هذا المجال، وابدا احط لهم كده ويت ليست، وكل واحد ادي له زي ما بنقول ديسيشن اناليسيس ماتريكس اللي هي يعني مصفوفه عمليه اختيار او الاختيار، وابدا اقرر بناء على الحاجات اللي تحصل معايا على اعلى درجات، خلاص اقول هي دي الكليه او البرنامج اللي انا عايز ادرس فيه. طيب يا دكتور، ده في حالة ان الولاد بتبقى عارفة ومقررة هي عايزة تبقى ايه، لكن لان الاختيارات بقت جديدة ومختلفة والتخصصات بقت كمان لا الاهالي عارفة فهماها والولاد بقوا عارفين حاجات الاهالي مش قادرة تفهمها، فبقى في كده فجوة معلوماتية ما بين الاهالي وما بين الولاد، ما بيعرفوش يتفقوا على تخصص معين. الناس اللي مش عارفة تعمل ايه؟ ما هو هنا بقى بيقولوا اسك مستر جون او اسال حد خبير يعني. ففي الحاله دي عليه ان هو تو جادر انفورميشن، ان هو يجمع المعلومات بقدر الامكان، وتجميع المعلومات دي بقى قدامه. طبعا دلوقتي موضوع الانترنت وجوجل الواحد يقدر يحصل منه على معلومات كثيره، يقدر يسال حد مر بالتجربه دي. يعني نفترض ان انا عايز ادرس تخصص معين، فاسال حد مر بالتجربه دي من الاول لغايه ما اتخرج، ايه اخبار التخصص دون، سوق العمل بالنسبه له عامل ازاي، الجامعه اللي انا هدخلها دي لو هو عنده درايه بيها او البرنامج اللي هو هيدرس فيه. فيعني هي هاز تو اسك مستر جون، يعني يسال حد يكون مر بهذه التجربه برضو كمان. طيب دكتور محمود، واحنا بنتكلم على جامعه زويل تحديدا، جامعه زويل في الحقيقه عمرها بنتكلم الفعلي تقريبا داخلين في 10 سنوات، وقدرت خلال العشر سنوات اللي هي تاخد الرانكينج او تاخد تصنيف عالمي، ويعني كبرى يعني الجامعات العالميه تقدر اللي هي تصنفها وتعتمد عليها، وغير الشهادات الامريكيه اللي هي حصلت عليها. ايه الجديد اللي بتقدمه النهارده جامعه زويل لطلاب الثانويه العامه تحديدا من المتفوقين؟ لان احنا عارفين ان دايما بيكون في منح بتقدم للمتفوقين، فايه اللي بتقدموه للمتفوقين السنه دي؟ مدينه زويل السنه دي بتقدم 232 منحه كامله لاوائل الثانويه العامه، اكثر من كامله منحه كامله 100%، اكثر من 25% من الكباستي او القدره الاستيعابيه احنا محددينها لطلاب اوائل الثانويه العامه. شروط وهي عباره عن استمرارها الاربع سنوات يا دكتور؟ ايه؟ نعم، الاربع سنوات هي بتبقى حضرتك، احنا السنه دي بنفتتح كمان أو كلية علوم الإدارة، إدارة الأعمال عندنا، فبيصبح عندنا دلوقتي أربع كليات، كلية الهندسة، كلية العلوم، كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي، وكلية إدارة الأعمال. كل كلية من دولت بنقدم فيها لكل محافظة مصرية، احنا عندنا 27 محافظة مصرية، وبنعتبر مدارس ستيم، مدارس المتفوقين، محافظة 28، وبنعتبر الأزهر المحافظة 29. كل محافظة من دولت ليها منحتين كاملين. مدارس ستيم دول تحديدا يا دكتور هم بيتسابقوا اللي هم يدخلوا جامعة زويل. نعم. ايه الحكاية؟ ما ليه؟ لأن هم ستيم، ساينس تكنولوجي انجينيرنج اند ماثيماتكس، هم بيدرسوا بالدرجة الأولى العلوم والهندسة والرياضيات، وإحنا نعتبر ستيم سكول، إحنا أيضا نعتبر ستيم يونيفرسيتي أو جامعة بحثية علمية، فإحنا في ترابط ما بين الاثنين وتوافق ما بين الاثنين زي ما حضرتك بتقول. فهم طلاب متميزين طبعا، واحنا بنقدم لهم برضو، بنعتبرهم محافظة من ضمن المحافظات المصرية مع 27 محافظة، فكل محافظة ليها مقعدين عندنا من العشر الأوائل. فلو قلنا مثلا محافظة زي محافظة الجيزة أو القاهرة أو الإسكندرية، كل محافظة لها اثنين من العشر الأوائل يحصلوا على منحة كاملة في مدينة زويل. فنجد احنا لو عندنا 29 محافظة في اثنين ب 58 منحة كاملة لكل كلية، وأنا عندي أربع كليات دلوقتي حاليا، فيبقى عندنا 232 منحة كاملة للعشر الأوائل من كل محافظة.
ده مش فقط للاوائل اللي هم طلعوا من العشر الاوائل في كل محافظه، احنا كمان بندي منح جزئيه للطلاب الحاصلين من 100% او اقل من 100% لغايه 90%، ممكن توصل ل 40%. توصل ل 40% من الرسوم الالتحاق. التفوق الرياضي اكيد له مكان. نعم، ف 90% ثم 80% بنسب اقل، بحيث ان احنا حتى الطلاب اللي ما حصلش من العشر الاوائل ده ممكن ينضم لينا ويحصل على المنحه، مش كده وبس، وحتى الشهادات المعادله، الشهادات المعادله ايضا سواء شهاده معادله او شهادات العربيه ممكن ينضم لينا ويتقدم للمنح الجزئيه. ومدينه زويل مش بتعتمد فقط على ده كمعيار، ولكن المعيار الثاني عندنا ان الطالب بعد السنه الاولى ممكن الطالب دون يحصل على معدل عالي فيحصل بالتالي على منحه كامله تصل ل 100% ايضا. يعني ممكن يكون الطالب مش حاصل على 100% او مش من العشر الاوائل، ولكن قد يكون حصل على 80%، ولكن هو الولد متفوق، حصل ظروف في الثانويه العامه ايا كان، حصل دروب ليف في وقت ما، وجي عندنا وانضم للمدينه وفي اول عام حصل على معدل تراكمي 4، ده ممكن يحصل على 100% اعفاء كامل لبقيه سنين الدراسه بتاعته بشرط المحافظه على معدل تراكمي معين. فالمدينه بتبحث عن الطلاب النابغين، الطلاب المتفوقين، ده بالاضافه اصلا ان مدينه زويل بتدعم كل الطلاب المتقدمين ليها، لان احنا اصلا مشروع مصر بامتياز بالدرجه الاولى، الدوله المصريه ساهمت فيه، لولا الدوله المصريه ما كناش قدرنا نوصل ان المشروع يكتمل الحمد لله. صحيح، كان في توجيه للسيد الرئيس بضروره اكتمال جامعه زويل. بالظبط، طبعا دور اساسي، لان احنا المشروع يكاد يكون كان توقف تماما بعد وفاة الدكتور زويل. بالظبط كده هو، ولكن الحمد لله الدوله المصريه لم تبخل على المشروع ابدا، وسياده الرئيس صرح كذا مره باهميه مدينه زويل واستكمال المشروع، والحمد لله احنا دلوقتي نقدر نقول معظم المراحل بتاعه المشروع انتهت وبتشتغل الحمد لله بكافه قدرتها الاستيعابيه حاليا. المدينه المتميزه تستقطب الطالب المتميز وتجعله اكثر تميزا. نعم. تستثمر في الطالب بحيث ان احنا نلاقي طالب بيفكر بشكل مختلف، خصوصا مع التخصصات اللي مش موجوده غير في جامعه زويل او بيتم تقديمها فقط بالطريقه دي في جامعه زويل او في مدينه زويل. لما نيجي نتكلم عن البرامج الجديده اللي بيتم تقديمها السنه دي، احنا في مدينه زويل عندنا اصلا الدكتور احمد زويل رحمه الله عليه رحمة لما الله لما عليك. لما انشا المدينه، المدينه مكونه من ثلاث مركبات اساسيه. الجامعه هي في القلب من المدينه، والمعاهد البحثيه اللي موجود فيها مجموعه من المراكز البحثيه اللي بتشتغل في احدث القضايا العلميه على مستوى العالم، بالاضافه لوجود وادي العلوم والتكنولوجيا اللي هو الغرض الاساسي منه الربط ما بين مخرجات الجامعه من بحث علمي ومن افكار ومعاهد البحثيه ايضا الى المجتمع المصري. فالجامعة أنشئت أصلا على النظام الانتر ديسيبلينري اللي هو النظام البرامج البينية. البرامج البينية دي بتخدم التخصصات المختلفة، فممكن الطالب عندي في الجامعة يكون في كلية العلوم بيدرس بايوميديكال ساينس اللي هو برنامج العلوم الطبية والحيوية، ولكن في هذا البرنامج ممكن الطالب ياخد ماينور جزء آخر في الانفورماتكس في تخصص رئيسي وتخصص فرعي. بالضبط، ومفيش عندنا كليات منفصلة علميا. يعني أنا عندي كلية علوم، كلية هندسة، علوم حوسبة وذكاء اصطناعي. الكلية الجديدة اللي بننشئها السنة دي اللي هي إدارة الأعمال، ودي كمان فكرة الدكتور أحمد إن المدينة تخدم اقتصاد المعرفة. اقتصاد المعرفة لازم يكون عندي علماء ومهندسين، ويكون عندي كمان ناس متخصصة في الاقتصاد والبيزنس تقدر تحول الأفكار دي إلى منتج. نعمل بوز. الاقتصاد المعرفي ده مصطلح يمكن هو المسيطر على القرن 21، وهو مصطلح نسبيا جديد علينا، ما كناش متعودين عليه وما كناش بنسمع الاقتصاد المعرفي بقالنا كتير، لكن مؤخرا بقينا نسمع وبقينا عارفين ان هو ده الاساس اللي هيتبني عليه اللي جاي. حضرتك عرف لنا بقى الاقتصاد المعرفي، احنا بنعمل ايه اللي بيحصل، ادواته ازاي بيتم تقديمه. مصطلح جديد، لكن جامعه زول كانت دايما سبب خطوه، هي قايمة على فكرة المصطلح ده أصلا. نعم، ده ودي كانت رؤية الدكتور أحمد زويل، إن مدينة زويل تبقى أحد الروافد اللي تساعد الدولة المصرية في التحول للاقتصاد القائم على المعرفة. الاقتصاد القائم على المعرفة بالدرجة الأولى هو اقتصاد بيعتمد على
العقل البشري، ان الاسيت الاساسي بالنسبه لنا هو او الاصل الاساسي في الاقتصاد دون هو العقل البشري وانتاج العقل البشري. حضرتك لما تيجي تعمل مشروع، نفترض المشروع ده قد يكون مشروع عقاري، مشروع صناعي، مشروع زراعي، انت بيبقى عندك مبلغ من المال وبتبدا تشتغل بالمبلغ دون بمواد خام معينه. البادجت بتاعتي اللي انا بشتغل بيه. بمواد خام معينه وتبدا تطلع المنتج دون وتحط عليه هامش الربح بتاعك. بتحتاج مبلغ كبير من المال عشان تقدر تشتري المواد الخام بتاعتك وهكذا. هنا الاسيتس الاساسي بتاعتنا هو العقل البشري، هو انتاج العقل البشري دون. العقل البشري دون منتجاته سواء كانت براءات اختراع، سواء كانت ابحاث جديده، سواء حل مشكلات حاليه احنا بنتعامل معاها بطريقه مور كرييتيف، بطريقه ابداعيه اكتر، هيدينا قيمه مضافه لحل هذه المشكله. هو ده بالاساس اللي بيقوم عليه الاقتصاد القائم على المعرفه. هو بيعتمد على ان يكون عندي اشخاص عندهم قدرات عاليه جدا علميه وبحثيه، القدرات دي بيحولوها من مجرد افكار الى منتجات. لو تسمح لحضرتك ادي مثال بس بسيط طبعاً. جدا مثال، مثلا شركه زي تسلا. تسلا دي بدات سنه 2005 تقريبا، وكانت راس مالها كله حوالي 6 مليون دولار امريكي. 2022 في اقل من 17 سنه الاسهم بتاعتها دلوقتي تخطت التريليون دولار. تريليون دولار من فكره، من فكره انه اتحول. وهو ده يمكن اللي اشار ليه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء مؤتمر الشباب الاخير في اسكندريه في برج العرب، لما قال احنا لا نملك سوى الفكره ولابد ان نعظم من هذه الفكره. بالظبط، لازم نبني عليها، نبني على الافكار دي. فان حضرتك تتحول من 6 مليون دولار لتريليون دولار في 17 سنه بافكار ايه؟ ان انا العربيه التقليديه اللي احنا بنركبها كلنا عربية عادية ميكانيكية مع أجزاء كهربائية، لا أنا أبدأ أحط فيها بقى أفكار جديدة زي الأوتو بايلوت، إن أنا القيادة الذاتية، عملية النافيجيشنز، الإلكتريك فيكلز، التحول بالسيارة من السيارة التقليدية للسيارة الكهربائية، الأفكار دي كلها، الكنترول اللي بيتم على الموتور، كل الحاجات دي في الآخر ده عقل بشري. هو الأفكار بتاعته دي اللي قدرت تحول المنظومة دي من 6 مليون لتريليون دولار في حوالي 17 سنة. واحنا مدينه زويل دورها كبير جدا في النقطه دي. احنا الحمد لله، لان الاقتصاد القائم على المعرفه بيحتاج اربع حاجات اساسيه لازم يكونوا موجودين. الحاجه الاساسيه الاولانيه يكون عند حضرتك المؤسسات العلميه والبحثيه اللي عندها الامكانيات لتحقيق متطلبات اقتصاد المعرفه. صحيح. والحمد لله دي موجوده في الجامعات المصريه والمراكز البحثيه، وكلنا يعني نفخر بيها. ومدينه زويل طبعا في القلب منها، مدينه زويل الرؤيه الاساسيه بتاعتها البحث العلمي، البحث العلمي والجامعه والمراكز البحثيه اللي موجوده والمعاهد البحثيه ووادي العلوم والتكنولوجيا اللي يربط مع المجتمع. فهو التركيب الكامل بتاعها رؤيه الدكتور احمد زويل ان دي تبقى احد الانستتيوشنز او المؤسسات اللي تساهم مع المؤسسات الموجوده، لان احنا بنتناغم كلنا مع بعض. صحيح. في المجتمع المصري. طيب. تاني حاجه ان يكون عند حضرتك السكيلد بيرسونز او البيرسونيل، الافراد والاشخاص اللي هم عندهم القدره على الابداع دي. واحنا الحمد لله ده بقى اللي بنعمله عندنا في فينيزويلا. احنا بنخرج ما شاء الله علماء وباحثين ومهندسين ومصممي برامج وناس شغاله في الارتفيشال انتليجنس، هيتخرجوا كمان سنتين ان شاء الله، وبنضم لهم كمان البيزنس سكول او كليه اداره الاعمال، بحيث الثلاثه دول مع بعض او الاربع تخصصات دولت، علوم هندسه كمبيوتر مع اداره الاعمال، يقدروا يطلعوا لنا في النهايه خالص مشاريع تقدر تخدم الاقتصاد. يا دكتور خليني اقول لحضرتك على حاجه، وهي يعني شهاده وان كانت شهادتي مجروحه، لان انا حضرتك عارف ان انا السنه اللي فاتت كان عندي احد افراد اسرتي في ثانويه عامه، واشرت حضرتك وقلت لك يعمل ايه، قلت لي خليه يدخل كمبيوتر ساينس في زويل ومش هيندم. وبالفعل انا لمست ده. طيب. يعني انا النهارده بشوفه بيصنع ماذر بورد او بيعمل بورد لاي شيء ما بيصممها بايده وبنفسه خلال اول سنه. ففكره هنا انا تحولت من التعليم النظري والتلقين للنظريات لا للتعليم عملي، اقدر ان انا اخليه يشارك في حاجه بايديه علشان يبقى مؤهل لمواجهه سوق العمل ومتطلبات سوق العمل. تمام. وهو ده اللي انتوا بتعملوه. عاوز اعرف من حضرتك بقى دوركم المجتمعي، دي حاجه، ودوركم في البحث العلمي بالتعاون مع الجامعات المصريه الاخرى.
النقطة أنا بشكر حضرتك على الإشادة بالبرامج عندنا، وهو ده بالدرجة الأولى اللي بيميز مدينة زويل، الهاندز أون إكسبيرينس، إن الطالب عندنا بيكتسب الخبرات بإيده مع محدودية الأعداد، مع الإمكانيات المعملية المتميزة جدا في مدينة زويل. أحد الحاجات القوية في مدينة زويل هي الإمكانيات المعملية اللي بتقدم لطلابنا. المراكز البحثية عندنا دي جزء من المعاهد البحثية، عندنا المعاهد البحثية بتشتغل في القضايا الاستراتيجية اللي بتخدم الاقتصاد المصري ورؤية 2030، القضايا الخاصة بالمياه، القضايا الخاصة بالطاقة، عندنا مراكز متخصصة في الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، لأن دي أحد المشاكل اللي بنقابلها دلوقتي، كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة ودورها، التنمية المستدامة، استخدامات المياه، عندنا مراكز بحثية في السولار انرجي، في الطاقة الشمسية، عندنا مراكز بحثية في الطب التجددي والكانسر والجينوم، القضايا الاستراتيجية سواء كانت قضايا طبية وصحية وعلاجية، قضايا حياتية زي الطاقة والمياه، قضايا تخدم البحث العلمي وعملية الاستدامة، ده النقاط اللي بتشتغل فيها المعاهد البحثية والمراكز البحثية. ويمكن برضو تفكير الدكتور أحمد زويل إن الطالب، دي أحد النقاط برضو، إن الطالب وهو بيدرس في الجامعة بيلتحق مع المراكز البحثية مع الأساتذة، فممكن يشتغل مع الأستاذ في مركز بحثي في بحث ما، ويشتغل على المركز على النقاط البحثية دي، ويتعلم كمان وهو في مرحلة البكالوريوس أساليب البحث العلمي وينشر كمان. احنا عندنا بعض الطلاب نشروا في نعم، انا عندي طالب يعني هل بنلاقي بيبرز موقعة باسامي الاولاد وهم في ثانية وثالثة ورابعة كلية، ولا احنا بنتكلم على طلاب دراسات عليا مثلا؟ لا يا فندم، احنا عندي طلاب اندر جراديوت بنشروا عن، مش هقول لحضرتك، احد الطلاب عندنا ما شاء الله حاليا دلوقتي اعتقد بيخلص الدكتوراه بتاعته في اخر عام ليه في الدراسة، نشر 12 انترناشونال جورنال بيبر. بسم الله ما شاء الله. مع الاساتذة طبعا، يعني طبعًا مع الاساتذة في مدينة. فكرة يا دكتور التأهيل، أنا في الجامعات العادية بالتعليم النمطي القديم اللي كان موجود قبل كده، وده برضو الفضل لي يعني السيد الرئيس، فكرة لما قلنا هنبني الإنسان المصري، وبناء الإنسان المصري ما كانش مجرد شعر، هو فكرة التحول وتغيير استراتيجية التعليم بالكامل، واللي ساهم في ده طبعا الجامعات المصرية وجامعة زي جامعة زويل، فكرة إن أنا بغير التعليم من إن أنا كنت بقعد أخد شوية نظريات وأمشي، وبعد كده أبتدي لما ألتحق بشركة، ويا حظي لو التحقت بشركة مالتي ناشونال أو حاجة، فأبتدي إن أنا أدخل للمعامل عندها فأشوف الحاجة دي بتتعمل إزاي، لأن النهاردة أنا جاي لك أنا عارف أصلا الحاجة دي بتتعمل إزاي، فأنت بتاخد خبرتي. العكس، انا كنت الاول بلتحق بشركه كبيره علشان اخد منها الخبره وربنا يكرمني اروح لشركه اكبر، النهارده لا، انا عندي البيزك او انا عندي القدر القليل اللي يقدر يأهلني للاكبر والاكبر. تمام، ده بقى هو ده اللي بيحولنا لاقتصاد المعرفه. اذا لازم يكون عندي سكيلد بيرسونيل او اشخاص متعلمين كويس جدا معاهم المهارات دي عشان يقدروا ينقلوا لي النقله دي، وده اللي موجود في مدينه زويل، اللي هو الطلاب بيتعلموه عندنا في التحقهم الاربع سنوات. احنا ابتداء من السنه دي كمان الحاجات الجديده اللي حضرتك بتقول عليها، احنا بنتحول كليه الهندسه، الطالب هيخلص عندي في اربع سنوات، هيحصل على بكالوريوس الهندسه خلال اربع سنوات. فالطالب اثناء دراسته وتعرضه لاحدث الامكانيات اللي موجوده، لما يطلع يشتغل بره هو مش محتاج يطلع يتعلم الحاجات دي بره. صحيح. ده هو ممكن ينشئ شركه بتاعته، ده اقتصاد المعرفه قايم على ايه؟ تبدا شركات صغيره، ستارت ابس، شركات ناشئه، والشركات الناشئه بالافكار بتاعه الخريجين دولت اللي اشتغلوا عليها في مشروع التخرج، بداوا يشتغلوا عليها في مشروع التخرج، مجرد يتخرجوا يعملوا لها كوميرشاليزيشن، ان هم ينزلوها للماركت مع الاشتراك مع القطاع الخاص او الصناعه كمان، تبدا الصناعه مع الشركات دي، يبداوا الاثنين مع بعض يحققوا متطلبات المجتمع، ده اللي احنا عاوزينه بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله. فالتواصل الثلاث حاجات دول مع بعض very important ومهم جدا للخريجين كمان. صحيح. طيب جرت العاده عشان نبقى عارفين بنحسبها بالارقام، معدل توظيف الطلاب، ولكن بعد الكلام اللي احنا قلناه
عيب ان احنا نسال سؤال زي ده، ان احنا نسال معدل توظيف الطلاب معدل انشاء شركات للطلاب بقى، ده بقول عيب ان احنا نسال سؤال زي كده. لكن خلينا نقول التحاق الولاد او التحاق الطلاب بالتدريب في الاماكن المختلفه، سواء كان في الاماكن البحثيه المختلفه او في الشركات اللي بينكم وبينها شراكات او في بينكم وبينها اتفاقات تدريب مختلفه، بالتنسيق مع وزاره البحث العلمي وبالتنسيق مع الجامعات الاخرى. نقدر نقول ان احنا عندنا كام بيرسنت او كام في الميه من الشباب قادرين على انهم يبقى عندهم شغلهم ويبقى ابتدينا بقى مشروعات كمان رياده اعمال صغيره. انا بقول لحضرتك من النقاط القويه جدا في مدينه زويل، وان احنا الطلاب عندنا مش مجرد ان هم بيطلعوا يبحثوا عن عمل، لا ده هم بينشئوا شركات، وما شاء الله الشركات دلوقتي ليها قيمه سوقيه، شير كبير في الماركت، وبيقوموا بالتصدير. انا عندنا احد المجموعه بيخرجوا رجال اعمال يا دكتور. نعم بيخرجوا رجال اعمال، بيخرجوا فعلا رجال اعمال. احد الشركات الناشئه عندنا دلوقتي من خريجينا اللي يعني بنفخر بيهم في كل مكان، بيصادر الان للدول في المنطقه العربيه في الخليج، بيقوموا بعمليات تصدير ايضا، فمش فقط للسوق المحلي، ده احنا كمان الشركات دي بتصدر ليها قيمه سوقيه، ليها مراكز دلوقتي بيدربوا زمايلهم في شركاتهم وبيعينوا زمايلهم هم لسه في سنه ثالثه وفي سنه رابعه وفي سنه ثانيه، بيشتغلوا معاهم كاسيستنت واسوشيتس في الشركات دي يعني. لانه عارف كواليتي الخريج. يس، لان هم كلهم عارفين الكواليتي بتاعه الخريجين، وبيكملوا مع بعض الستارت ابس، وبتطلع ستارت اب جديده. والحاجه الجميله كمان ان مدينه زويل من الحاجات اللي حابب برضه نعلن عنها الاضافات الجديده في مدينه زويل، ان احنا خدنا موافقه هيئه الاستثمار على انشاء شركة مدينة زويل للتكنولوجيا والابتكار، تم الموافقة عليها الحمد لله، وحاليا في وضع اللائحة بتاعتها، بحيث الشركة الهولدنج كامباني أو الشركة القابضة دي هيندرج من تحتها مجموعة من الشركات. كل شركة بقى من الشركات المندرجة تحتها دي هتنطلق بأفكار طلابنا وأفكار الأساتذة موجودين يعني في المدينة. يعني شركة زويل مش هتكون هي شركة مخصصة للعمل في قطاع بعيد، لا هي شركات وفقا لمتطلبات والمستجدات اللي بتفرضها التحديات اللي موجوده في المجتمع وبافكار شباب مصر 100%. بالظبط، ده الفكر من شركه مدينه زويل للتكنولوجيا والابتكار، ان احنا نشوف احتياجات المجتمع المصري والصناعه المصريه والشركات الناشئه الصغيره تحت الشركه القابضه. انا مش عايز اقول شركه، ولكن عشان تسهيل على الساده المشاهدين معانا، ان دي هتبقى شركه قابضه وتحتها مجموعه من الشركات الناشئه اللي بتنطلق بالافكار دي لحل مشاكل المجتمع عندنا ان شاء الله. طيب لو جينا اتكلمنا دكتور ان مدينه زويل تعتبر اكبر مقر اكاديمي بالشرق الاوسط كله، بيتوفر فيه هذا الكم من المعامل، بيتوفر فيه هذا الكم من المساحه اللي الناس قادره تتحرك فيها بحريه، مش مخنوقه جوه سكشنز صغيره عارفه تتحرك فيها. ده بيطلع لي كواليتي مختلفه ازاي؟ وبينفع مجتمع اصلا ازاي؟ يعني المدينه ليست مغلقه على نفسها. بالظبط، المدينه حضرتك لو بصيت حتى للتصميم بتاعها، المدينه ما عندناش مباني منفصله للكليات المختلفه، لا ده هو مبنى واحد ويعتبر المبنى الاكبر في الشرق الاوسط. يعني احنا ما عندناش تخصص منفصل عن غيره، لا خالص، عندنا كله مع بعضه رئيسي وفرعي. بالظبط، فاحنا عندنا حتى المبنى بتاعنا مبنى واحد، المبنى الاكاديمي للطلاب كلهم هو مبنى اكاديمي واحد، المبنى ده هو الاكبر في الشرق الاوسط، بيسع حوالي 10,000 طالب. الطلاب كلهم بيختلطوا مع بعض، الكليات كلها مع بعض، الفصل فقط هو فصل اداري بمعنى لعمليات المتابعه واداره البرامج المختلفه، لكن اكاديميا كل البرامج لهم، الجامعه كلها ليها عميدين فقط، يعني ما عندناش لكل كليه عميد خاص بيها، احنا عندنا عميد شؤون اكاديميه وعندنا عميد شؤون استراتيجيه لطلاب والانرولمنت، وده لتعزيز فكر اقتصاد المعرفه اللي احنا بالظبط كده اهو. دكتور انا بس يعني ختاما علشان وقتنا، عاوز من حضرتك نصيحه لكل ولي امر في الوقت ده تحديدا، لان هو وقت حرج، لان زي ما قالت منا هو في فجوه احيانا ما بين اولياء الامور والطلاب. انا النهارده لما بقعد مع الجيل الاقل مني احيانا ما بقاش فاهم هم بيتكلموا تكنولوجي عميق جدا لدرجه انا ممكن ما بقاش الظروف سمحت لي ان انا ادرس هذا الكم او ان انا ابقى عارف ده. فايه النصيحه اللي النهارده تقولها لكل ولي امر مصمم ان ابنه يدخل كليه مما كانت تسمى في الماضي كليات القمه، لان انا بشوف القمه الحقيقيه بيصنعها الشخص من خلال تواجده في المكان اي مكان. هو لازم
يعني ولي الأمر يحترم رغبة الابن الأول رقم واحد، وتبقى نوع من أنواع الديسكشن والمناقشة ما بين ولي الأمر وما بين ابنه أو بنته يعني طبعا، ونجمع البيانات، لأن اتخاذ القرار لازم يكون مبني على بيانات صحيح وداتا مظبوطة. نبدأ نشوف إحنا توجهنا إيه، نبدأ نشوف مستقبله إيه، متطلبات سوق العمل، هل سوق العمل حصل فيه تشبع، هل سوق العمل محتاج النوع دون، هل ومش نبص كمان على سوق العمل بس داخل مصر، ممكن نشوف كمان سوق العمل في مصر والريجون المنطقة الشرق الأوسط كلها، بص على مهاراته نفسها تتناسب مع اللي هو داخل عليه ولا لا، السكيلز بتاعته المهارات يعني بتاعته، قد يكون السوق مفتوح ولكن مهاراته لا تتناسب مع بالظبط. فلازم نشوف كل دون مهارات الطالب ذات نفسه، ميوله ذات نفسها، احتياجات سوق العمل محليا اقليميا ودوليا كمان. ممكن يكون انا طموحي ان انا اشتغل في شركه انترناشونال في مكان معين، مش عيب ابدا. دلوقتي العمليه بقت سهله جدا جدا طالما انا معايا السكيلز. هل المكان اللي هلتحق بيه دون هيكسبني هذه المهارات اللي تمكنني ان انا اقدر اشتغل في الفيلد دون في المنطقه اللي انا عايز اشتغل فيها؟ دي كلها محتاجه لازم تجادل انفورميشن. انا عاجبني انها نصيحه خالصه من يعني هنا بقول اب، مش هقول يعني مدير تنفيذي لجامعه زويل، فيها نوع من انواع التجرد يا منه. اكيد يعني الدكتور ما اشارش لجامعه زويل، شوف اولادكم محتاجين ايه وامكانياتهم ايه ومتطلبات السوق ايه. لا طبعا طبعا. نورتنا وشرفتنا الدكتور محمود عبد الرب الرئيس التنفيذي لمدينه زويل، شكرا لوجود حضرتك معانا. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا لك يا دكتور. شكرا.